كافي زينب. الو الو نعم. لا بس العشر دفاتر هواية، انا موظف متقاعد. الله يخليك، حتى اذا بعت البيت هم ما راح الحق بهاي السرعة. حتى الخمس دفاتر ما اقدر ادبرها. اسمعني. وافق وافق. اسمعني اسمعني، الفلوس وين راح اجيب لكم اياها؟ بس جيبوا لي قميص لو اي حق. قميص على كيفك. بس على كيفك. بس بس. دير بالك تلتفت وراك. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. خدوا الفلوس؟ ايه خدوا. ممكن ياخدوا الفلوس وما يرجعوش الواد؟ يمكن يقتلوه. لك لا لك لا 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 مبروك يا عم عبد الرحمن، مبروك يا عم مساح، مبروك يا عم ليل. كفارة. كفارة ايه؟ هو طالع من السجن. معلش يا كبير، السلام دوت عم سعد والعم عبد الرحمن والحاج حمدي السكري وحمدك. ألف مبروك يا الواد، سمعني سلام يا ليل. لا 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 أستاذ ناجي، موقفك هذا راح يبقى جميل على راسي. أنا أشكرك على كل اللي سويته وياي. ما تقولش كده عبد الرحمن، ده زيني. الله ما ربي يوفقني وأرد لك هذا الجميل. إحنا أخوات عبد الرحمن. أنا كمان مش حاضر أنسى الجميل اللي أنتوا قدمتوه لي. والله يا أستاذ ناجي إحنا خجلانين منك. أستاذ سعد، أنتوا استقبلتونا أحسن استقبال. أنا كنت حاسس إن أنا عايش في وسط أهلي. لا أستاذ ناجي،
العمل اللي انت عملته لنا عمل كبير، ما ممكن ننسى. انت انقذت حياة ابننا من الموت. يا ابني انت لو كنت مكاني كنت عملت اكتر من كده. تعرف يا استاذ سعد، وجود اللي زيك هنا في العراق بيحسسني ان البلد دي اللي ممكن تقع، بس للاسف مفيش زيك كتير. لا استاذ ماجد، موجودين، احنا اللي يسمونا الاغلبيه الصامته بلا صوت. ان شاء الله هتتكلموا وصوتكم هيطلع، بس لما يبقى العراق للعراقيين ان شاء الله. بس طمني استاذ ناجي، اتجاهكم وين؟ والله ما انا عارف يا استاذ سعد، هو ابو القاسم قال هيودينا في حته جنب المطار، عند ناس طيبين زيكم كده. والله يا استاذ ناجي انا ما كنت ناوي تطلعون من هذا البيت لولا خوفي عليكم من هذا ستوري. ستوري عرف امركم فصار خطر عليكم، وهذا الرجل اللهم عاف عنده استعداد يسوي كل شيء، ولذلك كان يريد أطمئن عليكم أروح إياكم لغاية ما تغادرون العراق بالسلام. أكيد أبو القاسم حيقول لك إن شاء الله. أستاذ ناجي ليش ما تريح شوي؟ الصبح بعد ساعتين. لا لا أنا كويس، أنت اللي تعبان كده وعايز تستريح، أنت بان عليك معسان. الله يخليك. لا هو أنا عندي استعداد أبقى أسبوع كامل ما أنام. أسبوع؟ أسبوع ماكو مشكلة. إحنا العراقيين بعد الاحتلال بالألفين وثلاثة مع الأسف النوم بعيد عنا، ولا واحد يقدر يغمض له جفن. عم السعد كان بيقول لي بيقعد بالاسبوع ما ينامش، دلوقتي في غيبوبه اهو. السابع الستة ابو القاسم ما جاش ليه؟ انا نمت؟ لا. الو اهلا ماجد. نعم؟ لا قول غيرها، هو جاء علينا؟ لك لا، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أستاذ سعد، مين مات؟ البقاء في حياتكم. حياتك الباقية في مين؟ أبو القاسم تعيشوا أنتم.